كيف ما كنشوفوا اليوم هذا ورش، رغم انه القواعد، رغم انه القواعد ديال الورش ما كايناش، لانه القواعد ديال الورش هي ان يتم اخبار بهذاك لوبيراتور اللي كيدير هذه العمليه هذه. كما كتلاحظوا انه ما عندناش واحد البانو اللي كيخبر، زائد انه ما كاينش الجمع ديال الاطربه اللي خصو يكون، اللي خصو يكون في الحين، زائد انه كيخص تكون اخبار ديال السكينه، لانه الاخبار ديال السكينه رغم انهم يتوفرون على ترخيص من مجلس المدينه، ولكن اليوم كيف ما كنشوفوا ان العمليه كتتم، يظهر في مجملها ان تتم بواحد العشوائيه، يعني انه لدرجه انهم كيضطروا يدخلوا تحت من سياره حيد سياره حيد هذا. وكما غتلاحظوا على في مختلف هذه الحفار مجموعه من الاطربه وهذا اللي كتسرب المحلات التجاريه وهذا، ما كاينش الجمع ديالها، زائد ما كاينش واحد العلامات اللي كتبين لنا بانه هذا ورش اللي كيجيب الاحترام ديالو. حتى العمال انه ما عندهمش هذوك لي كاسك، ما عندهمش واحد السميه ديال الشركه اللي كتقوم بالعمل، اللي كتقوم بهذه المسائل ديال الورش كيكون فيه مجموعه، لانه افتتاح ديال الورش كيتخصو تكون فيه مجموعه من الوسائل، فيها السلامه، فيها الاخبار على مده بدايه الاشغال ونهايتها. هذا الشيء ما محترمش في هذا الورش اللي كتقوم به هي شركه خاصه بالهاتف، هي شركه